أهلا بكم من جديد. تتواصلوا اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة لأبطال آسيا. في المجموعة الثانية بونيو دوكر الأوزبكي يلاقي ضيفه فولاد الإيراني، بينما يلتقي الفتح السعودي مع الجيش القطري في الأحساء. في المجموعة الرابعة الهلال السعودي يحل ضيفا على السد القطري في الدوحة، ويتواجه سايبهان الإيراني مع أهل دبي الإماراتي هناك في أصفهان الإيرانية. إذن المجموعة الثانية، يستمر صراع الفرق السعودية القطرية هذا الأسبوع وهذه الجولة بلقاء الفتح أمام ضيفه الجيش، قائد الفريقين من تونس وبينهما مسافة طويلة من التاريخ. طفر الله المؤذن. مواجهة بين ابن حي أريانا في تونس العاصمة ومواطنه ابن جزيرة قرقنة نبيل معلول وفتح الجبال، يشتركان في الجنسية ويتقاربان في السن، والفرق عام واحد لكن التشابهات تتوقف هنا. نبيل معلول من مواليد عام 62، كان لاعبا دوليا سابقا ويعتبر واحدا من رموز الكرة التونسية بدءا بمسيرته في نادي الترجي، ومعه حقق ألقابا عديدة من بطولات وكؤوس محلية وعربية، وشارك منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية بسيول، واحترف معلول في هانوفر الألماني والأهلي السعودي، واختتم مشواره في الغريم التقليدي الإفريقي التونسي. على صعيد التدريب، حقق المعلول ثلاثية تاريخية مع الترجي بقيادته للدوري والكأس المحليين، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا عام 2011، ولمشاركة في كأس العالم للأندية في اليابان، وكان مساعدا للفرنسي روجي لومير عندما حقق تونس كأس إفريقيا في عام 2004. آخر محطاته التدريبية في بلاده كانت تصفيات مونديال 2014، وودع بعد الإخفاق أمام الرأس الأخضر قبل أن يتعاقد مع الجيش القطري في شهر يناير الماضي. ويميل المعلول إلى منظومة تحسين الدفاع وخط الوسط على حساب الهجوم، ويحقق المعلول حاليا نتائج جيدة مع الجيش القطري، والذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي إلى جانب تجاوز فريقين في تصفيات أبطال آسيا قبل تحقيق فوز وتعادل في مرحلة المجموعات حتى الآن. في المقابل، فإن فتح جبال كان مدربا مغمورا قبل أن يحقق إنجازا تاريخيا مع نادي الفتح بإحراز الدوري السعودي وكأس السوبر. فتح جبال من مواليد عام 1963، لم يكن لاعبا في أحد الأندية المميزة في بلاده، ولم يرتدي قميص نسور قرطاج. بدأ مشواره التدريبي مع نادي سدوس في عام 2002، وتنقل بعدها مع هجر ونجران والشعلة والحزم، وانتقل لقيادة نادي الفتح قبل 7 سنوات، ووصل معه إلى دوري الممتاز عام 2009، حقق لقب بطل الدوري العام الماضي وكأس السوبر في مطلع الموسم الحالي. تراجعت نتائج الفتح الموسم الحالي، فبات في المركز السابع في الدوري وبدون أي انتصار في أول جولتين بالبطولة الأسيوية. ظفر المؤذن، العربية. خير من يحدثنا عن فتح الجبال هو مساعده السابق السعودي فيصل سيف، مساعد مدرب الفتح السابق، المدرب السعودي الشاب الطموح. أهلا بك فيصل، شكرا لحضورك. أريد أن أسألك يعني بعد خسارتين، يعني بعد نتائج غير جيدة في الجولتين الماضية، ليست خسارتين، لكن ماذا يمكن أن يقدم الفتح أمام ضيفه الجيش القطري اليوم؟ أرحب فيك بتال وأرحب بالمشاهدين الكرام. أنا أشوف أنه غدا إن شاء الله في المجموعة الثانية في أبطال آسيا للفتح، هي أمام الجيش القطري من أهم المباريات اللي تكون مناسبة للفتحاوية، أنه يحاولون ينقذون نوعا ما شيء من الموسم اللي كانت يعني العثرات فيه كثيرة. فمثل ما سمعنا بالتقرير، المدربين بنفس الجنسية، أكيد أن هم تابعوا بعض وشافوا وضع الفريقين في الدوري، ما يختلفون عن بعض يعني نوعا ما في الفكر التدريبي أو إلى آخره. فلا ننسى أنه الفتح لعب مباراتين، في مباراة في الأحساء والمباراة الثانية كانت في إيران. من المباراة الأولى اللي بالأحساء انتهت المباراة بتعادل، والمباراة الثانية خارج الديار انه هو خسر المباراة، فهنا نوعا ما ان الفتح خذ خبرة بسيطة من ابطال اسيا. ولا ننسى ان شاء الله انه غدا المباراة هي بتكون بالاحساء، هناك عوامل مساعدة منها الارض والجمهور،
وإحنا جميعا ما نجهل جمهور الأحساء أو جمهور الفتح، وخاصة في مهمة يعني الوقفة هذه بتواجد الجمهور ودعم الجمهور، أنا كل ثقة إن شاء الله أنه بعقلية فتح الجبال ومعرفتي بلعيبة الفتح بإصرارهم وحماسهم أنه إن شاء الله تكون مباراة غدا إيجابية إن شاء الله للفتحوية. الجيش هو أصعب فريق في هذه المجموعة، ثاني الدوري القطري، يعني خلنا نقول صحيح أنه فارق 7 نقاط عن المتصدر الأخوية، ولكن هو فريق قوي للغاية وفريق يلعب بنظام واضح ومن الصعب أن تسجل عليه. الفتح ليس في أفضل حالاته، هل من الحكمة أن يلعب الفتح بتحفظ في هذه المباراة حتى وإن كانت على أرضه؟ هو اللي ملاحظ أو المتابع أن الفريقين نوعا ما في طريقتهم أو أسلوبهم متشابهين. هم طبعا يمنون للحذر في الأمور الدفاعية، ويعتمدون أو يفكرون في الأمور الهجمات المرتدة السريعة. أعتقد أنه الوقت غدا يعني بيكون بعامل الأرض والجمهور أنه بيكون مساعد للفتح. الفتح يعني أنه نقول طبيعي أنه في أرضه بيستغل هذه الأمور والظروف هذه أنه تكون في صالحة، فمع مرور الوقت إن شاء الله مثل ما قلت أنه بتساعد الفتح أنه يظفر بنتيجة المباراة. صحيح أنه الجيش القطري يملك لعيبة لها أسماء ولها وزنها يعني، فأعتقد أنه فتح الجبال بالعقلية اللي أنا أعرفها عنه ولعيبة الفتح قادرين بإذن الله أنه يغيرون يعني في مسيرة الفتح السنة هذه إن شاء الله. شكرا جزيلا فيصل سيف المدرب السعودي. في المجموعة الرابعة المباراة المنتظرة حين يحل الهلال السعودي ضيفا على السد القطري. في الفترة الأخيرة باتت أصوات تتعالى تربط بين الحضور الأزرق الضعيف ومبارياته التي تقام كل أربعاء. هنا رصد تاريخي للأربعاء الآسيوي الأزرق، معين السواري. إحدى 41 مباراة خاضها الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا في يوم الأربعاء. بدأها العام 2003 بمباراة وحيدة فاز فيها على استقلال طهران الإيراني، وفي العام التالي لعب مبارتين تعادل في الأولى مع الشارقة الإماراتي وفاز في الثانية على الشرطة العراقي. بعد غياب عن بطولة 2005 عاد الفريق السعودي ليلعب جميع مبارياته في نسخة 2006 يوم الأربعاء. 6 مباريات خرج منتصرا في 3 منها وتعادل في 1 وخسر مبارتين. وفي العام التالي 2007 لم يكن الهلال يظهر إلا في يوم الأربعاء، فلعب مبارياته 6 أيضا في هذا اليوم محققا 2 انتصارين و4 تعادلات، وبلا خسارة أنهى منافسات المجموعة. في 2009 وفي اليوم المشتق من الرقم 4 لعب الهلال 4 مباريات من أصل 7 له في البطولة، حقق فيها 3 انتصارات وتعادلا واحدا. العام 2010 أكثر أعواب الهلال خوضاً لمبارياته في يوم الأربعاء، 8 مباريات لعبها الفريق فاز في نصفها وتعادل في 1 وخسر 3، آخرها نصف النهائي أمام ذوبهان أصفهان الذي قطع عليه الطريق نحو النهائي. في العام التالي لم يخسر الهلال أياً من مبارياته التي خاضها في هذا اليوم بعد أن حقق 2 انتصارين و1 تعادلا، بينما في العامين الماضيين لم يكن يوم الأربعاء يوم سعد للفريق الهلالي، فقد عانده الحظ فيه كثيرا. ففي 2012 لعب 6 مباريات فاز في 1 فقط وخسر 2 وتعادل في 3. وأخيرا في العام الماضي مقابل فوز 1 وتعادل ارتفعت حصة الفريق من الخسائر إلى 3، ليرتفع إجمالي خسائر الهلال يوم الأربعاء إلى 11 خسارة مقابل 13 تعادلا و17 انتصارا. معين السواري، العربية.
الرياض دكتور تركي العواد يلتحق بنا عن الهلال والسد وأربعاء الهلال الذي بات عنوان الكثير من الحديث. تحدث معك أحد عن الأربعاء الأزرق الحزين ولا لا دكتور؟ كأنها أصبح ظاهرة. لا أبدا والله أنا الميزة أنه الأسبوعين القادم الهلال بيلعب يوم الثلاثاء فيعني أيه. ممكن يكون الثلاثاء أفضل بالنسبة للهلال. بالأرقام هو الهلال أفضل ترى الأربعاء، ولكنها هي أصوات تتعالى دون أن تعود إلى التاريخ. طبعا فايز 17 مرة مقابل 11 مرة خسارة في يوم الأربعاء، لكن ربما الأصوات ربطت بين المباريات أو السنوات الأخيرة. فعلا كانت هناك خسائر خلينا نقول في مباراة حاسمة في يوم أربعاء. نترك التشاؤم والتفاؤل والأربعاء، نذهب إلى المباراة أمام السد. السد في المرتبة الثالثة بفارق كبير عن المتصدر في الدوري القطري، لكن ما يميز السد كابتن أنه من أصعب الفرق التي يمكن أن تسجل عليها أهداف حتى وإن لم يسجل. هذا صحيح يعني أعتقد أن السد خلال المباراتين اللي شفناها وحتى المباريات اللي شفناها لا في الدوري يعني فريق من الفرق اللي لديه انضباط تكتيكي غير عادي يعني، ويلعب بطريقة جدا رائعة يعني. حسين عموتة يعني يلعب بطريقة دفاعية رائعة لأنه يعتمد على فريق أيضا مهاجم رائع، فهو يعني يلعب بشكل منظم دفاعيا ومنظم هجوميا. يمكن الشيء الوحيد اللي نشوفه دائما ضعف عنده هو في الأطراف، لأنه أحيانا الظهيرين يبالغون، بالذات عبد الكريم حسن تشوفه يتقدم بشكل كبير ويعطي فراغات خلفه. أما بقية من العمق يعني طلال البلوشي الحقيقة واحد من أفضل اللاعبين اللي من الصعب أنك تتخطاه، إضافة إلى تباتا وأيضا لاعبي الآخرين نذير بالحاج اللي يقوم أيضا بأدوار جيدة. طبعا الفريق بالهيدوس ما راح يكون موجود، ولكن ممكن نشوف صالح اليزيد اللي شفناه في المباراة الماضية مع قطر، فممكن نشوف يعني تغييرات ولو بسيطة، ولكن نسق الفريق واضح أنه فريق قوي يعتمد على خلفان في كل الهجمات، يعتمد على القادمين من الخلف. شفنا 3 أهداف سجلها من حدود منطقة الجزاء بسبب اللاعبين اللي جايين سواء النذير أو تباتا، فنعتقد فريق بيكون صعب جدا صحيح. على أرضه صحيح كابتن، هو يلعب بطريقة 4-2-3-1، نقل نذير بالحاج إلى المحور وهو اللي معروف يعني لاعب ظهير سابق، ربما لإضافة قوة دفاعية في هذه المنطقة على جانب طلال البلوشي. لكن خلينا نقول كابتن، أين الخطر على الهلال في هذه المباراة؟ ليش نسأل أين الخطر؟ لأنه الهلال يجب أن يفوز في هذه المباراة حتى لا ينهي الدور الأول بنقطة على الأقل أو نقطتين. صحيح، والهلال إذا خسر هذه المباراة أو حتى خسرها بالتعادل بتكون واحدة من أسوأ يعني المشاركات للهلال في هذه البطولة. الخطر الحقيقي هو من العمق، عمق الفريق يعني خلفان وتباتا وأيضا نذير بالحاج، أنا أعتقد ثلاثي هذا إضافة إلى راؤول في الأمام، هذا هو الخطر. الهلال ضعيف في العمق جدا، أقل فريق يفتك الكرات في وسط الملعب بسبب وجود مهاجمين إضافة إلى لاعبين وسط أيضا أدوارهم الدفاعية ضعيفة، نيفيز والشلهوب أو عبد العزيز الدوسري. لذلك الخطر الكبير لفريق الهلال من خلفان وتباتا واللاعبين القادمين من الخلف إضافة إلى راؤول، لأنه دائما دفاع الهلال رغم أن احنا تكلمنا ضعيف أنا أعتقد أنه جزء من ضعفه أنه كاستيلو ضعيف، وأيضا اللاعبين الآخرين في وسط الملعب ما يساعدون المدافعين في الأدوار الدفاعية. لذلك أنا أتصور أنه خطر الهلال من العمق وليس مثل مباراة سبهان اللي تكلمنا أنه الخطر من الأطراف، هذه المباراة بيكون الخطر أكثر من العمق. جميل دكتور، في قبل بداية الحلقة كثير ناس يقولون نسأل الدكتور تركي عن توقعه، دائما تصدق أنت في توقعاتك بالذات آسيوية الهلال. في إيجاز ما بقي عندي إلا نصف دقيقة، أنا أعتقد مباراة أقرب للتعادل يعني. شكرا جزيلا، أتمنى أن الهلال يعود بثلاث نقاط. شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، وأنا ألقاكم.